أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على متانة العلاقات البحرينية الباكستانية والتي عززتها مجالات التعاون على كافة الأصعدة المختلفة، منوها سموه بالزيارات المتبادلة بين البلدين وما أثمرت عنه من نتائج إيجابية أسهمت في تحقيق العديد من التطلعات المشتركة وفتحت آفاقا أكبر لتحقيق المزيد من المنجزات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بقصر الإقضابية سعادة السيد أفضال محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة لدى مملكة البحرين، مشيدا سموه بكافة الجهود المبذولة والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، منوها بأهمية مواصلة التنسيق والتعاون لتحقيق الأهداف المنشودة في إطار ما تشهده العلاقات المشتركة من تنام مستمر. من جانبه أعرب سفير جمهورية باكستان الإسلامية عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام لتوطيد أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الشقيقين.